أخ دلول ستو اللي ريحته طيبة مثل المسك. ها حبيبي يا روحي أنت يا روحي. ماما مين كنتي تدللي أكتر؟ أكيد أخي فرهاد مو؟ أبدا، لأنه فرهاد كان هادي كتير، بيضل عم يضحك. أخي كان يضحك معقول؟ إيه وقت كان ولد يضحك كتير، آخ ضل يضحك لحتى دبل هالوش. أنت اللي كنتي شريرة جد. كنا أنا وأبوكي كتير نتعب لحتى نهديكي. تعرفي إنه هالولد بيشبهك كتير؟ وصفي لي أخي يجيت، هو كان هيك نحيف دائما؟ طول عمره هيك أخوكي، ما بياكل أبدا وبتصيبه الحازوقة هيك بلا سبب. ونجدت بتصيبه الحازوقة دائما؟ يعني هو بيشبه خاله. أصلا صفية غبية وما بتفهم شي بالمرة، وعم خاف لما تصيبه الحازوقة. شوفي شو بدك تعملي، بإصبعك هيك بين حواجبه وبتدلكي شوي شوي على مهلك، شوي شوي هيك بتروح. بس اعملي هيك. مرة عملت هالشي لفرهاد فلاقيته رايح بأصابيعه الصغيرة عم يدلك عيونه حواجب يجيت. قلت له يا ابني شو عم تعمل؟ قال لي عم بعمل له هيك لتروح الحازوقة. هو كان يحبكن كتير، كمان ما كان يرضى يبعد عن تختك بالمرة، كان يهزه دائما. شي غريب، أمي بتعرفي كتير صعب تفهمي محبة أخي. بيحب كتير، بس ما بيظهر هالشي. والله قلبه لفرهاد كتير كبير. يا روحي يا نوحي. قصة النائب مو بوقتها خالي، بجوز اتهمونا. ليش نحن شو دخلنا ببيت النائب واللي صار فيه؟ ولا إلنا علاقة فيه؟ يلا جاوبوني. نحن ما دخلنا. طيب كيف بدنا نخبر خالتي؟ أنا رح أفتح الموضوع معه. طيب أنت قدرت توصل لشي خبر عن صحة النائب؟ أنا اتصلت أكثر من مرة، ما حدا عم يخبرني بشي. وهلأ بدي أطلب منكم شغلة مهمة، بدي الكل يطلعوا على غرفهم، في موضوع بدي أحكي مع يتار على انفراد. يلا صفية. شو جاي بكير؟ خلص مشواركم؟ بهالسرعة هاي؟ شو اجيت لحالك؟ صاير شي نامق؟ اللي شو فيه؟ تعالي عدي شوي. شو اللي صار؟ فرهاد فيه شي؟ ها؟ اللي صار له شي؟ يجيت هجموا على بيته وتصاوب. تصاوب؟ بس لسه عايش؟ ابني عايش ما؟ هن نقلوه على المشفى، ما بعرف وينه لأنه مخبين الخبر مشان سلامته. بدي روح فورا لعند ابني. وين رايحة يا تار؟ تركني، بدي اشوف ابني بعدي. يا تار يا تار يا تار استني شوي، وقفي. قلت لك اتركني، بدي روح لعنده. لوين؟ كيف بدك تروحي لعنده؟ ما حدا بيعرف وينه يا يتار. لو اضطريت تدور على مشافي اسطنبول وحده وحده بدي لاقيه. بدي اقول له يا ابني وصلت امك، اجت لتبقى جنبك.
بدي ضمه مرة تانية وداوي. أنا عم تفهم؟ ما رح يصله شي نامق، عم تفهم؟ ما رح يصله شي. اسمعيني شوي. لا تلمسني، لا تلمسني أبداً، لا تلمس عيلتي كمان. دمرت اللي حياتي، شيل إيدك النحس عني. أنت دمرت اللي حياتي، سرقت اللي حياتي وأخذت ابني مني. أنت أخذت اللي فرهاد وما بسمح لك تاخذ لي جيت. ما فيك تاخذه مني، أنت عم تفهم؟ يا طاهر أنا ما دخلني بشي. لك دخل بكل شي، كل شي، كل شي صار فينا من قبل كان كله بسببك أنت. أنت مثل التراب الأسود نامق، ما بتشبع، ما بتشبع. مين عمل هيك لكان؟ مين عمل هيك فينا وليش؟ نامق لساته شاب صغير وعنده ولد صغير، مين عمل هيك؟ ليش هيك؟ ليش؟ أنا بعرف مين اللي عمل هيك يا تار. رح خليه يندم على عملته ودفع الثمن غالي. لا تخافي. كيف لا أخاف؟ بلكي كان بأيام بس شوي ليموت ابني. لكن ليش ما منعته يأذي ابنك بما أنك بتعرفه يا نامق؟ ليش ما منعته؟ أهدية يا تار، لو في خبر سيء كان وصلنا بسرعة. نامق جيب لي خبر حلو عن ابني، اللي انه عايش، اللي تعافى، اللي عايش. انت مديون اللي بهالشي. وثقي فيني. اثق فيك. لما اجيت وقتها أنا فرحت كتير، ولما جبتني على البيت مسكت بإيدي، وقت قلبي دق بسرعة كتير فرحت، وقلت كمان لحالي يا تار خلصتي يا بنت، شوفي ليكو أجا بطلك، هذا اللي رح يخلصك من الجحيم. كنت وقتها غبية، ما عرفت إنه أنت كنت عم تضيعني وترميني على جحيم أكبر بكتير. هلا اجى الوقت المناسب يا نامق أميرهان انك تنظف كل الوسخ اللي صار بسببك. صار لازم تدفع ثمن كل الذنوب واحد واحد بعد واحد، والا رح تحرقك جهنم الك، وانت اللي رح تخسر.